النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية، هذه النشرة الجوية الأسبوعية تقريبا للأسبوع الأخير من شهر أيار مايو شهر 5. يتصادف هذا الأسبوع أيضا عيد الاستقلال في يوم الثلاثاء الذي أعلن عنه يوم عطلة رسمية. الأجواء هذا الأسبوع متقلبة كما لاحظنا، بدأ هذا الأسبوع بدرجات حرارة أبرد مما كان عليه في فترات طويلة من هذا الربيع. هناك كتلة هوائية نستطيع القول بأنها ذات درجات حرارة أقل من المعدات اندفعت من القارة الأوروبية باتجاه المملكة، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس وحاد. يستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية خلال بعض أيام هذا الأسبوع، لكنها يتراجع بشكل تدريجي خلال بقية هذا الأسبوع. دعونا الآن نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة إن شاء الله يوم بيوم خلال هذا الأسبوع. نبدأ بتوقعات الأحوال الجوية يوم الأحد، حيث تبقى درجات الحرارة كما نلاحظ أقل من المعدلات المعتادة بشكل كبير. يعني معدل درجة حرارة مثلا في العاصمة عمان في نهاية العشرينيات الآن تكون درجة حرارة في بداية العشرينيات خلال هذا يوم الأحد. في ساعات الليل يميل الطقس أيضا للبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة، ظهور لكميات من السحب والغيوم. تكون درجات حرارة مثلا في العاصمة 23 إلى 14، في إربد 24 إلى 15، في جبال أشرة من 20 إلى 13 درجة مئوية، 27 إلى 15 في مدينة معان، 33 إلى 23 في العقبة. والأجواء جدا مثالية هناك، لا يعني هي ليست حارة وليست أيضا باردة، إنما أجواء تكون معتدلة للغاية. وفي المنطقة الشرقية تكون من 30 إلى 17، لكن مع رياح نشطة مثيرة للغبار تستمر في عموم المناطق الصحراوية من المملكة، مما يؤدي إلى تدني تقريبا مدى الرؤية الأفقية من وقت إلى آخر، خاصة في ساعات بعد الظهر والمساء. يوم الاثنين تبقى المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة التي هي أقل من المعدلات. تكون مثلا كما نلاحظ في العاصمة عمان 24 إلى 16، لتغيير يذكر وكبير على الأجواء. لكن يوم الاثنين هناك فرصة لأن تحظى أجزاء حدودية من المنطقة الشمالية ببعض الزخات المحلية من الأمطار في تلك المناطق، وتكون في إربد من 25 إلى 16، تكون 22 إلى 14 في جبال الشراء، 27 إلى 15 في مدينة معان، و34 إلى 24 درجة مئوية في خليج العقبة، بينما تكون 29 إلى 18 في المنطقة الشرقية. يوم الثلاثاء وهو طبعا يوم عطلة رسمية، يبدأ تراجع تأثير هذه الكتلة الهوائية التي أثرت على المملكة أيام السبت والأحد والاثنين. ترتفع درجات الحرارة، تصبح الأجواء ربيعية وملائمة جدا لمعظم أنواع النشاط الخارجية. 28-18 في العاصمة عمان، تكون 29-18 في إربد، 25-17 في جبال الشراء، 29-19 في مدينة معان. تبدأ الأجواء تعود إلى الحرارة المعتادة في مدينة العقبة، تصل إلى 37 درجة مئوية في مدينة العقبة يوم الثلاثاء والصغرى 26، وتكون 32 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. يعود الطقس إلى ما هو معتاد عليه اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة من جديد وتصبح حول المعدلات المعتادة. كما نلاحظ أجواء مستقرة ومشمسة في كافة مناطق المملكة، بل وتحظى المناطق الجنوبية والشرقية بأجواء قد تكون حارة. يعني نلاحظ العقبة 39 إلى 28، تصبح في المنطقة الشرقية 34 إلى 22، تكون في معان 32 إلى 21 درجة مئوية، 27 إلى 19 في جبال الشراء، في العاصمة عمان تصبح 30 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 20، وفي المنطقة الشمالية من 30 إلى 19 درجة مئوية. يوم الخميس كما نلاحظ المزيد من الارتفاع في المنطقتين الجنوبية والشرقية من المملكة، تصبح 39 إلى 22 في شرق المملكة، تصبح 41 درجة مئوية في مدينة العقبة. الأجواء تصبح هناك مرة أخرى حارة للغاية، والصغرى 28، تكون 33 إلى 21 في مدينة معان، 28 إلى 19 في جبال الشراء، في العاصمة عمان تبقى على ما هي عليه حال يومي الأربعاء والخميس، درجات الحارة متشابهة، تكون 30 إلى 20 درجة مئوية، وتكون من 32 إلى 19 في مدينة إربد شمالا. نختم توقعات هذا الأسبوع بيوم الجمعة الذي لا يحظى بتغيير كبير على الأجواء، 30 إلى 20 في العاصمة، 31 إلى 19 في إربد، 28 إلى 19 في جبال الشراء، 33 إلى 20 درجة مئوية في مدينة معان، بينما تكون الأجواء حارة للغاية في العقبة من 40 إلى 28 درجة مئوية في مدينة العقبة، و 38 إلى 21 في المنطقة الشرقية وعموم المناطق الصحراوية. إذن هذا ملخص توقعاتنا للأحوال الجوية لهذا الأسبوع. أتمنى لكم أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية.
بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.